حياكم الله مشاهدي قناة زاكروس الفضائية وبالتحديد برنامجنا صباحينا سماعات زاكروس. عودناكم دائما بأيامنا إن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وأيضا طاقة إيجابية، تكون لنا جولات بمختلف المناطق في العاصمة الحبيبة بغداد. مثل ما تشوفون احنا حاليا في هذا الشارع الغني، طبعا حاليا يمكن بالأوقات المبكرة يكون حركة الناس تكون بطيئة كونهم بأعمالهم. طبعا هذا الشارع هو شارع يعني شارع جدا غني بالكثافة السكانية. طبعا عمو دا ياكل بالعافية عمو. طبعا مشاهدين احنا دائما ناخذكم بجولاتنا حتى تتعرفون على حركة الشارع بأوقات الصباح ونشوف الناس بأعمالهم، او ممكن احنا نتكلم وياهم. تكون دائما عدسة قناة زاكروس دائما على تماس قريب من المواطن العراقي. طبعا احنا اليوم بهذا الشارع مثل ما ذكرت اسم الشارع هذا بمنطقة الكفاح، شارع باب الشيخ. طبعا صح شارع باب الشيخ، فهذه المنطقة اللي تكون بيها ايضا مو اليوم فقط يعني ناس عراقيين يجون يزورون مرقد الشيخ عبد القادر القيلاني رضي الله عنه. طبعا يجون اليوم مختلف الجنسيات من الهند من باكستان، فنشوف اليوم الناس تتوافد على هذه المنطقة وبالتحديد الشيخ عبد القادر القيلاني. نشوف الناس ياخذون اكلهم وياهم، وايضا يعني وقت العصر ايضا يجون، اكو ناس تجي من وقت الصباح يعني اوقات مبكره. فبالتالي احنا حبينا ناخذكم مشاهدينا بجولتنا لهذا اليوم عن كل ما موجود بهذا الشارع الغني. طبعا شارع كل شيء بمرطبات بمطاعم بشغلات يعني ملابس، خصوصا هذه الادوات يعني ادوات منزليه تكون باسعار جدا مناسبه. بالتالي اليوم حتى الناس يكون دخلهم محدود يمكن يشترون من هنا، فيمكن هم بهذا الشارع بالتحديد الحركه تكون كثيفه بوقت العصريه والمغرب يعني اوقات الغروب وايضا العصر. فخلينا نتابع مشاهدينا وجولتنا مستمره، خليكم ويانا. ننسى الحلويات الجميلة اللي احنا يمكن معودين عليها من زمان، يمكن الناس اللي يعني القدامى راح يعرفوه جيل مال الألفينات طبقوا على صفحة لأن الموضوع مو يمكم. يمكن هذه الحلويات كانت بالسابق ولحد الآن موجودة بهذا الشارع، كهذا المسقول حامض حلو، فكلها تفاصيل حتى الشوكليات اللي موجود. وايضا اكو شغله اخرى اليوم الناس تتبارك به، ممكن بعض الناس ينذرون فد نذر معين فطلب معين، بالتالي من يعطيهم امرادهم راح يوزعون شوكليات لكل الناس اللي مره بهذا الشارع، يعطون شوكليات او حتى بداخل الحضره بداخل الشيخ عبد القادر القيلاني. خلينا نشوف هذا، شوفوا هذا. طبعا بالسابق هذا كان يعني نمثله بنقول اشياء سم الفار. نقول لهم لا تاكلوا سم الفار حتى شنو نحتفظ به ما نعطيه لاحد. زين، وهذا يعني هذا انا ما اقدر اذكر اسمه بصراحه شنو، لكن اللي يتابعونه يعرفوه. وايضا هذا اني هذا بالنسبه لي اطيب حامض حلو، يعني بالله الكريم يمكن قبل 15 سنه اني ماكله من عنده، فطعمه جدا مميز. وايضا هذا اللي يجي على شكل الوان وقلب الحب ودوائر، يعني فتشي حلو. اليوم صارت حتى الحلويات القديمه صارت ترجع من جديد. ما ننسى هذا البخور اللي يكون يعني ايضا بروائح مختلفه، وايضا هذه شوفوها الشغلات والهدايا، الناس الماره اللي يكونون بهذا الشارع اكيد لازم ياخذون لهم حاجه من هذه الحاجات اللي موجوده. فطبعا اكيد جولتنا مستمره، تابعونا.
جدا مشاهدينا، جولتنا مستمرة لهذا اليوم بهذا الشارع الغني بهذه الأشياء الجميلة. مثل ما ذكرت، اليوم الناس عندما يدخلون يزورون شيخ عبد القادر الجيلاني أكيد لازم يجون يشترون محابس، يشترون سباح، عرق تشينة، هذه اللفافات، الأشماغ اللي احنا نسميه، بما أنه احنا بشتاء فأكيد يعني هذه هسه صار يمكن إقبال عليها من الناس، حتى بالتالي يكون يعني تحت القمصلة بتطلع تعطي جمالية حلوة. طبعا نشوف الأحجار هذه الخاصة بالسباح وأيضا البخور الخاص وأيضا المباخر اللي موجودة، وأيضا هذه يمكن ممكن ها كحلة، هاي الكحلة مال العرب شايفيها تتذكروها؟ طبعا هذه كانت بيبياتنا يستخدموها يعني أولا كشيء علاجي وأيضا جمالي يطيب نفس الوقت. بالتالي يمكن العين اللي تكون تعبانة، العين ملتهبة، العين اللي ممكن يكون نظرهم ضعيف، فمعلوماتي صح مو؟ أبو المحل طبعا يستحي يحكي، فيمكن كل هذه المعلومات عن هذه الكحلة المكحلة هم يسموها كحل الحرمين. طبعا ها هي بالأعشاب مثل ما ذكرت أنه يعني نستفاد من عندها تقوي النظر، الناس اللي تكون عيونهم ملتهبة ممكن يستخدموها. فكل هذه الأشياء تلقوها بشارع يعني شيخ عبد القادر الجيلاني. بالتالي يمكن حتى هذه المباخر الناس اللي يحبون البخور، يحبون المباخر الأشكال مالتها، راح تلقوها كل هذه الأشياء، وايضا السبح اللي تكون على شكل ديكور مو فقط السبح اللي احنا ممكن نشيلها يعني نسبح بيها. مثل ما نشوف المحل هو كامل كهدايا، الناس اللي تجي من محافظات تزور شيخ عبد القادر الجيلاني، ممكن انه من خارج العراق يجون كهنود، كباكستان، كمن مختلف دول العالم. حتى هذه العرقتشينات شوفوها يعني باشكال حلوه، بالمناسبات الدينية يكون أكو إقبال جدا كبير من قبل المواطنين على هذا الشارع بالتحديد. فإحنا دائما من خلال عدسة قناة زاكروس الفضائية ننقل كل ما بالشارع العراقي، الأسواق العراقية، فإحنا دائما نحب نكون على يعني تماس مباشر مع المواطن، ودائما يعني مثل ما ذكرت قناة زاكروس تلقوها بكل مكان وبكل زمان وبكل حدث. احنا غايتنا ننقل الشيء الايجابي في الشارع العراقي وايضا كل ما موجود ب يعني شارع ايضا باب الشيخ وايضا شيخ عبد القادر الجيلاني. حبينا ناخذكم مشاهدينا بهذه الجوله، يا رب كانت جوله مميزه لكل مشاهدينا. طبعا شاشه قناه زاكروس قناه العائله العراقيه، بالتالي مشاهدينا تقبلوا تحياتي يعني رائدة فاضل، هذه عودة لكم زملائي لتكملة باقي فقرات مشوارنا الصباحي نسمات زاكروس. مع السلامة.